في قمة العشرين التي ترأسها السعودية، تضرب دول المجموعة بيد من حديد لمكافحة الفساد، الانطلاقة من مبادرة الرياض بسيادة للقانون واحترام لحقوق الإنسان. يسرنا الإعلان عن مبادرة الرياض الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وهي مبادرة أطلقتها المملكة تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، رحبت فيها دول مجموعة العشرين، وهي التي تقوم على إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإنشاء منصة عالمية فيما بينها لتسهيل تبادل المعلومات، كما سيطلق برنامجا لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي السلطات وتعزيز الاستفادة من شبكات إنفاذ القانون الدولية. يأتي ذلك وفقا لاتفاق وزاري على هامش القمة يجمع وزراء مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين، والذين أكدوا على ضرورة التعاون الدولي في التحقيق والتصدي والملاحقة، بعد أن شددوا على التهديدات المتزايدة للفساد والتأثير الذي يشكله على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وجودة الاستثمار والابتكار والثقة المتبادلة بين الحكومات والشعوب. ومن السعودية في عام رئاستها تنطلق خطوة دولية لاجتثاث الفساد من العالم. يوسف الغنامي، NBC.